الكوفري ديالك راك تسمعني؟ ربي يطول عمرك انت. طب اول كوفري اول مره تجمع كل اغاني في هذا الكوفري طبعا مباشره مع وزير الثقافه و سيام قدر من دعمه كذلك والخليه تاعه هو اللي تعمل ذلك كوفري لكل اغاني كتاب كذلك يحمل مجموعه كل اغاني اللي اداها طيره مساره الفني بالاضافه الى هدايا بيني وبينك واحد ما يشوف هذا وهذا اللي ما تبحروش ياك بحرهم كاع ايه الاخرين بحرهم معليش بصح هذا ما تبحروش ياك الحاج ينفطوا معاه الحاج كي رحت تحج راك تسمعني الحاج نعمتك دايما ولحيتك في العسل عايمه شوف الحاج هذاك السعودي اللي قال لك الا تعرفوا في الجزائر عندكم الشعر الملحون واش جاوبتو انا قلت له شنو عندنا احنا في المغرب عندنا ديجا يا ربي يا كريم يا خالق الشيش اللي لك انت وسليك بيك يا عظيم يا باقي جعل في قضاك اللطف يا من لاعين تراك فرجع الإسلام يا نعم الخلاقي عينا لا داك حالنا ما يخفاك عم الفحش والجور ومني فاقير احفظنا من الشرور والجور يا من لالي سواك نصر من نصر الدين والخاذل الجعل وشاقي بيجه نبيك ورسولك أراكي بالبراقي صلاة على النبي أحمد راحة العجوز أعداد مشيع العباد من جنازة الصلاة على الرسول قدر حبوب الروس وعداد اللباس وما فيه من غرازة الصلاة على النبي عداد شجر اللوز وعداد ما غنى والشياخ من عروبي وحوازة من صلى على النبي نال من الله إجازة اللي ما قلت بارك الله فيك الحاج قالوا عندنا احنا قالوا عندنا احنا واللي ما يعرفك يخسرك لا ما يعرفوناش ايه عمبالهم ما نعرفوش عندنا في الاخر هذي في السعيد وبعد ولا صاحب صحيبي ابن دابيا زيت شوف لي كاش شوف شو نقراو قلت له شكون هاد عطيتوني فوالا الحاج تان شامبيون دو موند راح ورا لهم بلي عندنا وقال له نقدر نخلي لك شويه مي الحمد لله خلى لولادنا طبعا طبعا انا اتمنى كل القاعة وقوف كل القاعة تقف لشخص الحاج حسن السعيد